خلينا نكمل مع حضراتكم ونروح بقى للاهلي واللي بيستعد دلوقتي طبعا لماتش السوبر اللي هيكون يوم الاربعاء الجاي، وبيواصل اكيد تدريباته برضه في العاصمه القطريه زي ما حضراتكم شفتوا استعدادا لمواجهه فريق رجاء المغربي على لقب هنا بقى كاس السوبر الافريقي العزيز يعني اهو. ويمكن كمان قبل السفر وخلال فتره التوقف هو خاض زي ما حضراتكم عارفين الفريق مباراتين وديتين، تعادل مع طلائع الجيش بهدف وحقق الفوز على سموحه بخمس اهداف مقابل هدف. امبارح بقى برده خلينا نقول لحضراتكم الكواليس، الفريق خاض مران كان قوي جدا، وبالليل بقى الجهاز الفني استقبل لاعبي الفريق بتاعنا الدوليين بعد ما خلصوا المعسكر و خلاص رجعوا مره ثانيه. وعلى فكره برضو امبارح كان عيد ميلاد الشناوي، بما ان الشناوي دلوقتي مش هو ده الشناوي اللي معانا، تم 33 سنه مش عارفه تم كام بس كان امبارح، وهم احتفلوا برضو امبارح. فكل سنه وانت طيب يا شناوي، لاعب محترم واسم كبير جدا اكيد كلنا فخورين بيه. طيب